انا بس يعني ده ما احنا عن المولد النبوي الشريف دايما مرتبط اعيادنا بالاكل، يعني عيد الفطر بالكحك ودايما نشتكي من ارتفاع اسعار الكحك، عيد الاضحى وارتفاع اسعار اللحمه، حتى في المولد النبوي الشريف دايما بنتكلم على حلاوه المولد وانها ارتفعت اسعارها. فوجئت مع الدكتوره ميسوم تقول لي ما ممكن تتعمل في البيت، احنا ممكن فعلا في ستات بيوت شاطره تعرف تعمل حلاوه المولد في البيت؟ طبعا في كتير جدا، يعني اسهل الطريقه اعمل شويه كراميل وحط على ورق الزبده اي حاجه انت عايزها، سمسميه، مكسرات، اي حاجه انت عايزها، وادلق عليها وسيبها تبرد خالص، الكراميل هيمسكها. بعد كده قطعها، وغير بقى ممكن تعمل كده بالعسل. ودي وتعد نوع من انواع الحلويات. هو بعدين هو ليه لازم سمسميه ومعرفش بندقيه؟ طب ايه اللي يمنع ان احنا نعمل حاجه حلوه وخلاص؟ يعني هو لازم يعني الحاجات دي لو ايه يمنع ان احنا نفرح عيالنا وندوقهم حاجات حلوه ونقول لهم برضه احنا بنحتفل بالمناسبه؟ ايه بقى هو ده الاهم بقى، يعني كانت اخلاقه ايه؟ كان عامل ازاي؟ يعني نبتدي مش اللي هو يبقى كل العمليه مرتبطه بان احنا بناكل حلاوه مولد، لا لازم يبقى فاهمين يعني ايه الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام.